بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن ضحايا العهد السابق من على خلفيات الانتماء لمدارس فكرية أو سياسية، أو الانتماء لأحزاب أو تنظيمات، أو القيام بنشاطات سياسية تضاد ما جاء، وتوجهات تضاد ما جاء به النظام السابق. من مرة أخرى لا أستطيع أن أقول من أفكار، لأنه لم يأتي بأفكار بل أتى بترهات أدخلت الوطن والبلاد والعباد في نفق مظلم حتى يومنا هذا. قائمة من الضحايا اعتقلوا على خلفية انتمائهم يفترض تنظيم ماركسي، وتم الاعتقال في أبريل 1973 كما ذكرنا خطاب الزوارة 1973 أبريل 1973 أو شهر 4 15/4/1973 هو فتح لباب الاعتقالات لكل المتعلمين المثقفين أصحاب الرأي الآخر، الفقهاء، العلماء، الشيوخ، حفاظ القرآن، المنتمين لتنظيمات إسلامية، لتنظيمات غير إسلامية، فتح باب الاعتقال على مصراعيه. من القائمة مرة أخرى الذين اعتقلوا على خلفية انتماء لتنظيم ماركسي نذكر هنا من السيد والذين جاءوا في قائمة الأمنستي انترناشونال: صالح عبد الله العوامي، أحمد محمد فنوش، السيد جمعة الغماري، السيد رجب أحمد هنيدي، عبد العاطي عبد الله خنفر، عبد الغني عبد الله خنفر، محمد حسن المنفي، رمضان عبد الله محمد المقصبي، خليفة السنوسي، فرج محمد الصالح، أحمد عبد الرحيم الشيخي، عمر المختار الوافي، عبد الجليل محمد الزاهي، المبروك عبد المولى الزول، عبد الفتاح الأمين البشتي، عبد الحليم المنير البشتي، عبد الحميد المنير البشتي، عبد المعين المنير البشتي، محمد عمران سريرة أو أبو سريرة، عبد الرحمن محمد الشرع، ومحمد علي شعيب. هؤلاء اعتقلوا بعد خطاب الزوارة في أفسن. قد قدموا للمحكمة أكثر من مرة كعادة النظام السابق، الضحية يقدم لأكثر من محكمة ويدخل لأكثر من سجن ويبقى لأكثر من عام باش يعرف روحه شن دار وشنو الحكم عليهم. قدموا للمحكمة أكثر من مرة، آخرها كانت محكمة في فبراير 1977، الاعتقال في أبريل شهر 4/73، استمرت المحاكمات من محاكمة إلى أخرى آخرها في فبراير 77، تقريبا 4 سنوات من الاعتقال الأول، حكموا عليهم من 4 إلى 15 سنة، من 4 سنوات إلى 15 سنة. لكن مجلس قيادة الثورة لم يرضى طبعا، ولم تكن تلك الأحكام تروق طموحاته ودمويته وعنفه وقسوته وعنجهيته ورعونته، لذلك تحولها كلها إلى مؤبد، بل أضاف إلى هذه القائمة كلها أضاف 2 إعدام وهم السادة عبد الغني عبد الله خنفر والسيد المبروك عبد المولى الزول. حقيقة المعلومات حاولت أيضا مرة أخرى أن أتحصل على العديد من المعلومات، وهذا ربما يكون مشروع مستقبلي بإذن الله، مشروع في المستقبل إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن تتم تغطية هذه الشخصيات بصورة أكثر كثافة. لكنني تحصلت تحدث على بعض الشخصيات التي استطعت أن أتحصل بعض المعلومات التي أشارك بها المشاهد الكريم. الشخصية الأولى رجب الهنيد، نعرفه شخصيا، كنت لما كنت في كلية علوم كان في الهندسة، وكان يعني يقود اتحاد الطلبة في ذلك الوقت، وكان إنسان هادي جدا على درجة عالية من الأدب والخلق والهدوء. هذا من مواليد مدينة درنة، السيد الهنيد سجن في العهد الملكي، تصور من العهد الملكي، كان بتهمة الانتماء للقوم العربي، كانت قضية في العهد الملكي اعتقال المنتمين إلى حزب القومين العرب أو حركة القوميين العرب، سجن في النظام السابق. أيضا رفض أن تخرج الجامعة، رفض أن تخرج جامعة طرابلس في مظاهرات تؤيد وتمدح الحاكم وتمدح خطاب
أبريل 73 قتل شقيق الأصغر، شقيق السيد رجب هنيد، قتل على يد النظام السابق اسمه بريك، وقتلت زوجته السيدة فريحة البركاوي، يعني هي حديثا قصة حديثة جدا نشرت. عمل في بداية الستينات السيد رجب موظف في أحد البنوك، بنك باركليز بنك، أعرف هذا البنك كان زمان موجود، ثم قدم استقالته، يروى أصدقائه وكتب بعض المقالات. هذه المصادر أخذها من أناس مقربين من الإخوة الذي أتحدث عنهم. قدم استقالته من المصرف بعد حرب 67 على اعتبار أن بريطانيا كان لها يد في هزيمة العرب في 67، فبالتالي لم يستسيغ بقاءه والعمل في بنك يمثل تلك الدولة. كان أثناء وجوده في اتحاد الطلبة حريص جدا، حريص جدا على أن تكون الجامعة مستقلة عن النظام، بعيدة عن النظام، وحدث العكس للأسف الشديد. استقلالية الجامعة ثقافيا وعلميا وسلوكيا عن الأنظمة وعن السياسة هي إحدى أسرار نجاح الجامعات. كلما تدخلت السياسة والدولة في الجامعة، كلما يعني كما أتدخل أنا مثلا في الطب ولا في الهندسة ما نفقاش فيها شيء، كذلك الدولة لما تتدخل تريد أن توجه الجامعة إلى ما، خاصة خاصة للأسف الشديد النظام اللي جانا نظام دموي قمعي متخلف. يعني تخيل حتى لو كان نظام رائع وممتاز وراقي وحر ومش عارف انظر شنو، ويريد أن يبني بناء دولة مدنية راقية وتدخل في التعليم، ها إلى حد ما ترقع شوية، لكن أضف إلى ذلك نظام دموي لا يهمه إلا استمراريته في الحكم، وتدخل في التعليم واستولى على نقابات منها نقابة اتحاد طلبة، وتحكم تقريبا في كل شيء، في المناهج، في المقاعد، في تاريخ الدراسة، في أمور كثيرة، إلى أن فسد التعليم في ليبيا. التعليم في ليبيا كان من أرقى التعليم، كان شهادتك برا مضمونة الجامعات القبول. الآن سيدي الكريم من آخر في آخر الطابور في العالم لا يثق في التعليم في ليبيا، كان أول من يثق فيه في التعليم العربي الشهادات الليبية، وبكل فخر يعني بكل فخر. كانت الدراسة قوية جدا جدا قبل أن يتدخل النظام في التعليم، ولذلك كان الطلبة حريصين على استقلالية الجامعة من جميع النواحي، ثقافية، سياسية، التعليمية، الأكاديمية. فكان السيد رجب الهنيد أحد تلك الشخصيات. سجن 15 سنة، اعتقل طبعا على خلفية أحداث الطلبة، انتفاضة الطلبة، سجن 15 سنة. ممنوع طبعا لما تسجن، معروف في ليبيا ما شاء الله، ممنوع من الزيارة، ممنوع من الدواء، ممنوع من كل، ولك من كل شيء نصيب، لأنك أنت إنسان مثقف وتحب وطنك وتبي استقلالية الجامعة وتبي بناء دولة وقارئ ويهمك الوطن ويهمك الإنسان ويهمك تقاليدك ويهمك عاداتك ويهمك إسلامك، ولا لا يسلموك في يد ناس جهال حق ودين قساة غلاظ أجلاف لا يهمهم وطن، ما يهمهمش إلا تنفيذ الأوامر مهما كانت تلك الأوامر. أغبياء يعتقدوا أن مكانتهم وصيتهم يتحصل عليه بقمعك، كلما زادوا فيك قمعا كمواطن كلما أرتقوا في الدرجات، عبيد، كلما أصبحوا أكثر ذنب، كلما أصبحوا أقرب إلى الصنم، كلما قمعوا المواطن. هذه الفكرة سبحان الله اللي عندهم. ولذلك دائما يعني شريط الشهيد عبد السلام خشيبة لا 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 يفارق خيالي، يعني لماذا هؤلاء الناس، أولئك الناس فرقة كاملة مما يتسمى قوات أو جيش، وكتبت ما نقرأ عبد بالله قالك بيجيبوا نفس الجيش الأول، هذاك من الجيش هذا كم مرة أخرى يبوا مصحة نفسية، الحماس اللي يديروا فيه ليش؟ يعني قولكم يقتلوا خلاص خذ عبد السلام خشيبة، قلت له بيقتل القائد، قلت له لا طافوا قتلوا فشوا قطعوا قطع الراجل وحطوه في الشجرة ومش وأعوذ بالله مش... لماذا؟ لأن يعتقدوا أنهم يتقربوا إلى الطاغوت، يتقربوا إلى الصنم زلفة، لو رأيتهم هم يدعكوا وبيوروا روحهم في الصورة وبيطلعوا. فشوف سبحان الله الفكر اللي والعقليات اللي سلموا لها مواطن عالم طالب مثقف ميكانيكي نجار معلم مسكين طيب وطني، سلموه في أيدي هؤلاء الوحوش القصار الغلظ. عندهم إيمان وعقيدة أن اضطهادك وقتلك وقمعك وتشويه جثتك وحرقك تقرب للأخ القائد، وفيها أكثر رواتب وترقيات وكذا. هذا هو الجيش اللي البعض يقول نبو جيش وشرطة، صحيح نبو جيش مرة أخرى لكن نبو جيش من البشر. إذن اشتهر السيد رجب أيضا بالإنسانية والطيبة والهدوء، هذه حقيقة يعني أن نعرف الرجل
معرفة جيدة يعني. قابلت أكثر مرة وكنا في نفس كما ذكرت المرحلة، وكان في الهندسة وأنا كنت في العلوم، نلتقي وتحدثنا وفعلا شخصية هادية ورايقة، صاحب فكر أختلف معاه 180 درجة في فكرة زمان الله أعلم الآن حقيقة. وعلى فكرة جميع الأخوة اللي ذكرت أسماءهم الآن لا أدري بأوضاعهم الآن، سواء الفكرية أو المهنية أو كذا، نتحدث عن تلك الحقبة. أيضا السيد رجب في تلك اللحظة كنا مختلفين في الفكر 180 درجة، لكنه فعلا لها مواقف ولها مبادئ، ورجل طيب وهادي، وكان حتى داخل السجن كان يعتبر كيف الأب الذي يجمع الجميع، وكان في الليل قبل أن يرقد آخر من يرقد يتأكد أن كل واحد متغطي في الزنزانة وكذا قبل هني. شهود كثير تحدثوا عن هذا الأمر. كل هذا التاريخ اللي عند شخص كيف هذا لما صلت رسالة فضلان ما طلعش، ما برس، ما مشاش، ما تحدثش، ما فيش حراس يعرسوا فيه، ما فيش ناس، ما لبس قروات أو بدلة هني، ما يدل أن فعلا الرجل همه الوطن قبل أن يهمه شيء آخر. زوجته السيدة فريحة البركاوي تعرضت لمأساة، اغتيلت في يوم الخميس 17/7/2014، يعني بعد الثورة، كانت هي عضو في المؤتمر الوطني العام، عضو، استقالت على أساس قضية لما حصلت قضية نمدد للمؤتمر لا نمدد للمؤتمر، التمديد وعدم التمديد، فاستقالت سيبت المؤتمر. وسبحان الله لما تكون عضو في المؤتمر يعطوك بعض المزايا، منها سيارة تقريبا 45,000، رفضت تأخذها لأنها قالت عندي سيارتي ما فيش داعي، لا أحداش إلى هذا، أطلق عليها الرصاص، يعني عدة قصص بس متشابهة عندما كانت تعبي سيارتها في بنزينة قريب من بيتها في مدينة درنة، هي من مدينة درنة، ويعني بشهود الكثيرين إن إنسانة تقية صالحة نقية، ولا آمنت بالوطن رسالة وخدمة الوطن، وسخرت وقتها كثير من وقتها رحمها الله للخير وأعمال البر. كما ذكرنا هي عضو في المؤتمر الوطني العام عن مدينة درنة، تحصلت على إجازة شهادة في إدارة الأعمال، وهي عضو في الاتحاد النسائي وفي الهلال الأحمر الليبي وفي الحركة العامة للكشاف. تنازلت عن دعوة للحج وأعطتها لأحد أمهات الشهداء. كذلك كما ذكرنا أخرى كانت ناشطة جدا في مجال الأعمال الخيرية. يروى أن السيارة اللي طلع منها البنادق والكذا كانت سيارة كلاشينكوف تاكسي فيها زجاج معتم، وقبل ذلك قبل أن تقتل رحمها الله تلقت تهديدات كثيرة جدا. هذا هو السيد رجب الهنيد، بعض المعلومات عنه وعن زوجته الكريمة. رجل سجن في العهد الملكي، في العهد الجديد قتل أخوه وقتلت زوجته، وما زال صابر ومحتسب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل سيدة فريحة في جنات الخلد إن شاء الله. ممن الذين ذكروا في القائمة عبد الفتاح البشتي، وهو روائي ليبي اعتقل في بداية السبعينات من مدينة الزاوية. هؤلاء الشخصيات مش أنا اللي اخترهم، الذين يعني نماذج من أولئك الشخصيات. اعتقل في بداية السبعينات من مدينة الزاوية، خرج يوم 3 مارس 1988. طبعا إخراج السجناء في مارس 1988 في مارس بالذات ليرتبط خروجهم بإعلان سلطة الشعب، لأن ليبيا تحولت إلى الجماهيرية العربية الشعبية الليبية الاشتراكية في 2 مارس. فحتى أنت تقول لك أمتى طلعت من السجن، تقول يوم 2، دائما يقول لك خلي ذكرى سلطة الشعب في ذهنك. استمرت مواجهاته مع النظام حتى بعد ما طلع، استمر سيد عبد الفتاح البشكي في مواجهات مع النظام حتى بعد ما صارت ثورة 17 فبراير، لما حصرت الزاوية بالكتائب الأمنية، اقتحم بيته وكاد أن يقتل. فيه مصدر يقول أنه سجن في 70 مش في 73. استبدل الحكم بتاعه إلى المؤبد كغيرهم، كما ذكرنا أنه كان من 5 إلى 15 سنة كل واحد، استبدلت جميعا إلى المؤبد ما عدا 2 الإخوة الإعدام. أصدر مجلة أبريل داخل السجن، وهو داخل السجن مع صديقه عبد العزيز الغرابلي، المرحوم عبد العزيز الغرابلي، ويستحق أيضا حلقة الأستاذ عبد العزيز من المناظرين، الكاتب والمناظر المعروف. توفي داخل السجن في 28 يناير، عبد العزيز الغرابلي توفي في 28 يناير 1984 بعد 11 سنة من الحبس، توفي داخل السجن. وأصدر مجلة أبريل مع السيد عبد الفتاح البشتي الذي جاء ذكره في قائمة الذين اعتقلوا على خلفية انتمائهم
لتنظيم ماركسي. ممن جاءوا ايضا في انتماء لتنظيم ماركسي السيد عبد العاطي عبد الله خنفر، وهو شاعر شعبي استاذ في النحو العربي، ابن منطقة الغريقة قريبا من البيضة من الجبل الأخضر، سجن 15 سنة، سجن 15 سنة، اعتقل في أبريل 73. اعتقل جوه قبضوا عليه كتفوه أخوه عبد الغني خنفر، 2 خوت كتفوهم وشلوهم، سجنوا في سجن الكويفية ما شاء الله ولا لا. سجن معهم هذه القائمة بعضهم ذكرته في القائمة لكن سأذكر مرة أخرى لأن بعضهم لم يذكروا في القائمة. سجن معه الدكتور محمد المفتي، المحامي مصطفى العالم، الشاعر محمد الشلطامي، الشاعر المبروك الزول، محمد بوسريرة، عبد الجليل الزاهي، فتح الله نديشة، عمر المختار الوافي، أحمد الشيخ، محمد حسن النفي، فتح الله المقصبي، فرج محمد الصالح، السنوسي لبسي، رجب هنيد ذكرناه، وفضل علي محمد. فضل علي محمد والسنوسي لبسي وفتح الله المقصبي فتح الله نديشة لم يذكروا في قائمة الأمنستي انترناشونال. إذن مرة أخرى تنقلوا في مؤسسات معمر الإنسانية من الكويفية لعنزارة للحصن الأسود لنظر شنو لعند أنتهوا في بوسليم في السنوات الأخيرة، بعضهم أنت مسلم. حكم على عبد العاطي خنفر بالمؤبد، ثم كما ذكرنا تحول في 1977 إلى الإعدام. راجل محبوس من 73 وهو محكوم عليه بالمؤبد، فجأة في 1977 يقول تعال يا أخ لو سمحت رانا غيرنا لك حكمك من المؤبد إلى يحسب عاد إفراج والله 10 سنين، يقول إلى الإعدام. شنو دار في الحبس باش يستحق الإعدام ما نعرفش. هو كان مسجون 4 سنين، لو كان برا مثلا وجيت اعتقلته ودرت له مؤبد معقول، والله قتل واحد في الحبس والله دار فالطة في السجن وقلت له الآن من مؤبد إلى إعدام مبلوعة شوية. لكن هيك فجأة الراجل السلام عليكم رانك الآن إعدام مانكش مؤبد، هو في الحبس محبوس 4 سنين. توفي والد السيد عبد العاطي خنفر، توفي ولما كان في سجن الكويفية قبل أن ينتقل إلى سجن الحصان الأسود. بعدين بعد أن انتقل إلى الحصان الأسود ب3 أو 4 سنين توفيت زوجته وتركت أطفاله لوالدته وإخوته. أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة، نواصل في الحلقة السابقة حديثنا عن ضحايا العهد السابق المحسوبين على انتماءات وتوجهات سياسية. نتحدث أول ما نبدأ بإذن الحي القيوم عن الشاعر المبروك عن مولى الزول، نختم به تلك القائمة، ننتقل بعدها إلى ضحايا مرة أخرى حزب التحرير وحزب الإخوان والجماعة المقاتلة وبعض الانتماءات المدارس الفكرية الأخرى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.